تقف الطفلة صفية وقت الغروب على هذا الشارع المزدحم لتنافس أشقائها في فعل الخير وسط هذه الأجواء الروحانية. هذه مبادرة تطوعية حق للناس علينا، طبعا هذه مش مالنا، هذه للناس وإن شاء الله يوصل للأجر. بين الشوارع الشاحبة في مدينة عدن والأوضاع القاسية التي يصارعها سكانها، يعمل هؤلاء الشباب في الخطوط السريعة لتجسيد إحدى القيم الرمضانية. قبل الأذان بخمس دقائق عشر دقائق، عشان اللي في بعضهم يعني يتأخروا في الوصول إلى المنزل يعطوهم هذه الوجبات، إن كان من المواطنين في الشارع أو من كان أصحاب النقطة. تأتي هذه المبادرات لصالح المواطنين الذين لم يسعفهم الوقت أثناء الأذان للتخفيف من حوادث السير الناتجة عن السرعة والزحام وقت الإفطار. يعني بدأنا المبادرة هذه قبل تقريبا ست سنوات، كان الفريق يعني كانت هي فكرة من جلسة ركن، بالبداية بدأنا بجلسة ركن وكان من مجهود ذاتي بالبداية، وكان يعني أنا أجيب تمر وغيري أجيب مي والشباب نحن اللي نجلس بالركن، فحبينا نطور الفكرة وبعدين يعني نجيب السمبوسة والباقي ووجبات الإفطار الكاملة. يأمل القائمون على هذه الأعمال التطوعية نشر قيم التكافل الاجتماعي في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة. الجميع في هذا الشهر يسعون إلى عمل الخير، لكن عزيمة الشباب دائما تكون الأكثر تأثيرا لما يقدمونه من جهود ذاتية. مروى السيد، قناة بلقيس، عدن.